بداية المقابلة التي تجمع ما بين فريق المدينة العليا القنيطري ونادي أسد الخبازات برسم الجولة التاسعة من القسم الأول للدوري المغربي الفوتسال تضارة. أيضا ستكون صدارة مؤقتة لأن عموما فشباب محمدية تنقصهم وجه جديد. هدف 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 الأول لصالح أسد الخبازات عن طريق اللاعب معد السنة، يعني أقل من دقيقة على بداية المقابلة. معد السنة كيف تنحى تسجيل لصالح أسد الخبازات، هدف دون مقابل. أسد الخبازات كيسجل هدف التقدم أمام المدينة العليا تقريبا الثانية 28 من المقابلة. هدف جميل، يعني كان هدف جميل. معد السنة مرة أخرى، معد السنة كيبدا المقابلة بقوة. شفنا هدف مبكر في الثانية 28. رشيد تريسي مشت عند حمزة كعوة، دائما عند حمزة السلامي يبحث عن المراوغة التسديدة. هدف التعادل كما قلنا. حمزة السلامي لا يأبى أن يغادر أي مقابلة إلا وأن يسجل هدف لصالح المدينة العليا. الأول كيف تفتح حمزة السلامي تسجيل فريق المدينة العليا في هذه المقابلة، تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة. أسد الخبازات تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى، وحمزة السلامي كيعدل النتيجة لصالح المدينة العليا. أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني كرة عند معاذ السنة غيبحث عن السداد العريضة. كانت محاولة جميلة عن طريق معد السنة لاعب أسد الخبازات، لكن كتصدم بالعريضة مرة أخرى عند زكريا كوسي وكيبعدوها لاعبي المدينة العليا إلى تماس. كانت محاولة جميلة، مراوغة جميلة ومحاولة جميلة. حكم السنة صفرت الحكم حمزة السلامي كيسدد تسديدة كانت من حمزة السلامي، والتصدي جميل. التسديدة كانت قوية عن طريق حمزة السلامي لاعب المدينة العليا، لكن سعد الدين العرش اللي معروف في مدينة قنيطرة اللي كان ديما مخطط على المدينة الأوروبية. هدف جميل في صدد الحديث ديالنا عن المدينة العليا، لأن الطيبي كيغافل الحارس عبد الكريم قرواز وكيسجل هدف التقدم الثاني لصالح أسد الخبازات القنيطري. أنس الطيبي نشوفوا بعض المباريات اللي كتنتهي بهدف دون مقابل أو هدف دون مقابل أو حتى تعادل. هدف جميل، لعبة جميلة ما بين لاعبي المدينة العليا القنيطري. حمزة كعوة عند إلياس الشاكيك اللي ما كيترددش وكيسجل هدف التعادل، هدفين مقابل هدفين ما بين أسد الخبازات القنيطري والمدينة العليا. مشات عند لاعب أسد الخبازات عند أنس الطيبي عند أشرف بوزابا كيسدد. هدف جميل لاعبي أسد الخبازات عن طريق أشرف بوزافا. كانت لعبة جميلة، سعد الدين العرش قطعها في اتجاه أنس الطيبي اللي كيحضرها على طبقة من ذهب لأشرف بوزافا. مرتدة خطيرة صالح أسد الخبازات، زكريا الكوسي عند أنس الطيبي. السيدة كانت جميلة عن طريق أنس الطيبي لاعب أسد الخبازات. ومرة أخرى الخبرة ديال عبد الكريم درواز الحارس كريمو كينقد الفريق ديالو المدينة العليا من تلقي هدف في الجانب الآخر. فأسد الخبازات عطاه فرصة الحارس الشاب سعد الدين العرش اللي كيتمت على الجدارة ديالو والاستحقاق ديالو لهذه الفرصة هذه. انقد أيضا أسد الخبازات من بوزافا كيسدد كرة سيدة كانت جميلة، من أشرف بوزافا وبهدوء لاعب فتح سطات آخر اللي هو حمزة البوهالي عادل جودي. لا شباب هدف التعادل لصالح المدينة العليا القنيطري عن طريق حمزة السلامي تقريبا الدقيقة 33 أو الدقيقة 35 من المقابلة. حمزة السلامي الهداف الجائع أنقولها بهذا المعنى هذه، لأن ما كيقدرش بهدف ومستحيل نشوفوا شي مباراة حمزة السلامي لا يسجل هدف. محمد أمين الحس كيحاول يلعب بشكل طويل مقطوعة من خطأ عند كرة عند حمزة السلامي. هدف كما قلنا حمزة السلامي الهداف الجائع حمزة السلامي كيسجل الهدف الشخصي الثالث في هذه المقابلة والرابع لصالح المدينة العليا القنيطري. المدينة العليا كيتقدم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب المهمة ديالو مع المنتخب الأولمبي، فهو مدرب بكفاءة. وكرة عند لاعبي المدينة العليا عند حمزة السلامي الهدف الجائع كما قلنا. حمزة السلامي يعود ويسجل ما غير
الدفاعيه ديال الاسود كانت كتهزم اكثر سلم التقسيم حوالي 10 اهداف ورجع الفوتسال من بوز هدف هدف تقيس الفريق صالح اسود وخبازات عن طريق اشرف بوزلافه كيسجل الهدف الشخصي الثاني في هذه المقابله ورابع لصالح اسود وخبازات باقي تقريبا اقل من دقيقتين اقل من دقيقتين على نهايه 5 اهداف مقابل 4 على حساب اسود الخبازات. كره عند انس طيبي انس طيبي كيبحث عن التسديد هدف التعادل كما قلنا الحدود لا زالت قائمه الحدود لا زالت قائمه اقل من دقيقه على نهايه المقابله انس طيبي انس طيبي كيسجل هدف تعديل النتيجه لصالح اسود الخبازات الهدف الشخصي الثاني والخامس لصالح اسود الخبازات 5 اهداف مقابل 5 10 اهداف مجموع اهداف هذه المقابله هذه مقابله قويه لاعب المدينه العليا كره عند رشيد الدخيسي يبحث عن المراوغه مقطوعه من تدخل اسود الخبازات كره عند زكريا الكوسي ماكس الشقيق هدف 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 جميل هدف جميل هدف جميل لصالح اسود الخبازات القنيطري على بعد 3 ثواني من نهايه المقابله وعاد السنه وعاد السنه كينقذ الفريق ديالهم من التعادل الهزيمه اسود الخبازات كيسجل الهدف السادس امام المدينه العليا يعني كنشوفوا كنشوفوا العزيمه 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 قويه من لاعبي اسود الخبازات وعاد السنه على بعد 3 ثواني من نهايه المقابله كيسجل هدف انتصار لصالح اسود الخبازات امام على نهايه المباراه حمزه السلامي غير بحال تسديد مباشر وفي يد الحارس سعد الدين العرش ونهايه المقابله نهايه المقابله بفوز اسود الخبازات القنيطري بست اهداف مقابل 5 على حساب المدينه العليا كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبورت المدينة القشيني ونضرب لكم موعده في وقت لاحق ان شاء الله. ونشكر قناه الفجر اللي ديما استند الفوتسال المغربي وخويا مهدي اش غادي نقول لك بالخدمه خويا مهدي بالتدريبات وش غادي نقول لك التدريبات ديال السي المدرب هو اللي قال لنا عطانا التعليمات باش ندخلوا الماتش وان شاء الله 3 بوان جبناها خويا مهدي اللي ما كانستاهلوا ضد المدينه العليا اللي فريق اللي زعما ماشي شي فريق اللي ضعيف فريق اللي قوي في البطوله اش غادي نقول لك اخويا مهدي الدراري اش غادي نقول كامل كانوا رجال وكنبغي نهنيهم ونهنيهم على 3 بوان اللي جبنا اليوم ما كانستاهلها واش غادي نقول لك كنشكر الدراري والسي الرئيس والسي المدرب على هاد التعليمات اللي كانوا عطاونا والحمد لله 3 بوان كشافت لينا خويا مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم اولا كنهني الدراري ديالي على هذه القتاليه ديال اليوم اللي كانوا في المستوى وهاد لاك الفريق لا فيلوت هما اللي الفريق حتى هو كيجتهدش به وبالنسبه لهذا الانتصار ديالو ما كان مجهودات لا من المكتب ولا من الاطار كانت خدمه وكان ذاك الاسبوع اللي كنا جالسين كانت حبسه فيه البطوله كنا استفدنا منه وصلعنا من الاخطاء ديالنا ومره ثانيه كنشكر الدراري ديالي على القتاليه اللي برهنوا لها اليوم وهذا الفوز هذا زعما اللي كنا كنتسناو غادي يكون من دابا لقدام فرصه للفريق ديالنا يكون مستوى ان شاء الله. الرساله ديالي للاعبين ديالي هما يحافظوا على هذا الروح ديالهم القتاليه وهذا الشيء عندهم ودراري باقيين كلهم ان شاء الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم في البطوله. حنا الفريق زعما المستوى كان عندنا في اي ماتش كنا واخا طروق ما عندناش كنا كنلعبوا كوره ديالنا مزيان عاد اخطاء صحيح صلحنا في هذا استطعنا الوصول لذاك الاصلاح ديال ذاك الخطا الاخطاء اللي كانت عندنا وهذا الفوز ما جاش عن هباء جاء عن جدارة واستحقاق لا شفتوا الماتش راه كل شيء باين فيه. اولا السلام عليكم كنبغي نشكر اللعابه اللي قدموا واحد الاداء اللي كبير كما شفتوا المقابله كانت ديربي كما كتعرفوا الديربي كيكون ديما قاص كان ماتش مره كنكونوا رابحين مره كنكونوا خاسرين ولكن في الاخر كنا خاسرين بجوج بيوت ما هبطناش يدينا وبالعزيمه ديال الدراري وكنا مواعدين لا ستاف تكنيك لا ستاف ميديكال لا الفرقه كامله كنا مواعدين كاملين بالشامع كاملين اننا هذا الماتش ضروري خصنا نربحوا حيت مرينا من مجموعه المقابلات اللي خسرناهم
كان ضروري علينا الماركيو الربح هذا النهار، وهذا الشيء اللي تأثر لنا بفضل الله عز وجل أولا وفضل الدراري اللي كانوا رجال في التيران.